أنجح نماذج بورشي الرياضية هو كاريرا 911، وهو متوفر بموديلات مختلفة. هذا نموذج GT3 RS، وهو الأحدث. RS يعني سيارة سريعة تصلح للسباقات، وقد أدخلت عليها تعديلات كبيرة، فقد ازداد عرض السيارة بمقدار 50 ملمترا في الأمام و 33 ملمترا في الخلف. الجناح الخلفي أضخم من السابق، ما يزيد من توازن السيارة. قوة السيارة 500 حصان، هذا إلى جانب ميزات عديدة أخرى سأطلعكم عليها الآن. في طريقنا إلى مسار السباق على متن سيارة مخصصة أساساً لذلك، بل وهناك تبرز خواصها الرياضية. ليس هناك من سيارة أخرى من سلسلة 911 تتمتع بمثل هذه الأصالة والطابع الرياضي. محرك بقوة 500 حصان وعزم دوران بقوة 460 نيوتن متر، وقدرة على نقل السرعة إلى 100 كيلومتر خلال 3.3 ثواني. نظام الثبات الإلكتروني ونظام التحكم في الجري يمكن إيقافهما تماماً عند السير بسرعة فائقة، ولكن حتى مع تشغيل أنظمة السلامة فإن ذلك لا يقلل من أداء السيارة المذهل. سيحسدني الكثيرون على ركوب بورشي جي تي 3 ار اس 911 وتجربة بعض اللفات في حلبة بيلستربيرغ بالقرب من باد دريبورغ أو هوكستا، وهي حلبة طولها 4 كيلومترات ولا تخلو من التحديات والمفاجآت. سأوقف أولاً مختلف أنظمة المساعدة الإلكترونية، سأشغل نمط القيادة الرياضية وأطفئ نظام التحكم في الجر، والآن سنتفحص هيكل السيارة. توسيع محور العجلات الأمامي والخلفي يضمن لموديل جي تي 3 RS من سلسلة 911 مزيداً من الثبات، لأنه يتميز بأعرض عجلات والنتيجة هي مزيد من السرعة في المنعطفات. المثير للإعجاب أيضاً فوائد هذه السيارة في الحياة اليومية، إذ يمكن التسوق بها في مدن مجاورة مثل دوسلدورف أو هامبورغ أو برلين أو فرانكفورت، فهي صالحة للاستخدام في جميع الحالات. وبالرغم من تركيبتها الرياضية، تعد سيارة جي تي 3 RS مناسبة تماماً للاستخدام اليومي بمحركها بقوة 500 حصان وقدرتها على بلوغ سرعة 310 كيلومترات في الساعة. أما ناقل الحركة الأوتوماتيكي فيغني السائق عن تحويل السرعة بشكل يدوي. تحكم تام أثناء اجتياز المنعطفات يميناً ويساراً بسرعة فائقة. ورغم السير بسرعة 230 كيلومترا في الساعة، قللت فجأة من السرعة في المنعطف على اليسار، فتأكدت مجددا من ثبات السيارة، وذلك يعود أيضا إلى قوة السيارة. سيارة جي تي 3 RS لا تدع مجالاً للشك في كونها سيارة رياضية استثنائية، فهيكلها وسائر تجهيزاتها الخاصة وعرضها وديناميكيتها الهوائية، كل ذلك يؤكد على كونها سيارة سباق سريعة. التصميم الداخلي رياضي أيضا، فالمقاعد مثبتة على قواعد من ألياف الكربون لضمان ثبات الراكب عند السرعة المفرطة، وعجلة القيادة من مادة الكانترا مقتبسة من سيارة سبايدر 918 الهجينة. خلاصة القول، نحن أمام سيارة لا تختلف عن سيارات السباق، لكنها تصلح أيضا لقضاء الحاجات اليومية كالتسوق مثلا. الجانب السلبي هو السعر الباهظ نسبيا، إذ يبلغ 181,000 يورو، لكنها توفر في المقابل متعة القيادة. سيارة جي تي 3 RS 911 معدة للسباق على الطرقات العادية، وهدفها الوحيد أن تكون الأسرع.